يتصور. We are all different. يعني أكيد أنا مختلفة عنك، ماما مختلفة، مصورنا مختلف، أنت نفسك مختلف، بس قول لي مختلف في إيه؟ بنبقى مختلفين عن بعض في إيه؟ أنت شايف إيه؟ ليه قلت إحنا كلنا مختلفين عن بعض؟ وجهة نظرك إيه؟ عشان أنا مختلف. مختلف بس شاطر. انت بتبقى سعيد لما بتحقق البطولة ده، وانت رايح النادي ونازل وتحقق البطولة. عشان بعيد البطولة، عشان الناس كل يوم بقون تمين، عشان هتعب اكتر كمهودي، عشان الناس اجيب اقصى ارقامي، عشان احقق ارقامي عشان ادخل البطولة الجاية. يعني بتحب ان انت تجيب ارقام عاليه، فتبقى تحطم رقم معين وتروح على الرقم اللي بقى. انت ماما بتقول ان انت كنت بتفاجئهم دايما، يعني كان عندك مفاجآت في البيت، انت اللي كنت بتتحدى كل حاجه. صح؟ ايوه، كنت بتحب تعمل الحكايه دي. بعمل كل حاجه انا اندبندنت لوحدي. هو معتمد على نفسه. هو شايف ان هو مختلف عشان بيعمل تدريبات كتيره جدا وبيذاكر كتير جدا، فهو شايف ان هو حتى عن اخواته بيعمل مجهود اكتر، وان هو مختلف في القدرات اللي بيحاول يطلعها. صحيح. في النتائج وفي الميداليات اللي بيجيبها. صحيح. هو شايف اختلافه بطريقه ايجابيه طبعا، مش بطريقه زي، عشان كده بيقول الاختلاف مش عيب، الاختلاف ده ميزه. طبعا الاختلاف بنكمل بعض. كل واحد مختلف بميزه معينه. بالظبط.